أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطياتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام، حيث أنهت انتفاضة تشرين شهرها الأول ومرت خلال مسيرتها بعدة محطات من حيث زخمها ومطالبها والردود الحكومية عليها، ودخلت شهرها الثاني وفي سجلها مئات الشهداء وآلاف الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات التابعة لإيران. بمناسبة مرور شهر على انتفاضة تشرين ودخولها الشهر الثاني، نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. شهر على انتفاضة تشرين غير المشهد العراقي ورسم له خارطة طريق جديدة قد يكون لها أثر محلي وإقليمي ودولي. فبعد احتجاجات واعتصامات وصراع مع السلطة الفاسدة، انفجرت الانتفاضة الكبرى بملامح واضحة وضوح الشمس أنها تهدف إلى إنقاذ العراق من مطحنة 16 عاما أثرت سلبا في جميع نواحي الحياة. بدأت الانتفاضة سلمية واستمرت كذلك في نسقها العام، أخذة في الاتساع من حي لآخر ومن محافظة إلى جارتها، حتى ما عادت تقتصر على تجمعات الميادين بأوقات معينة ليلا نهارا وبشكل متواصل. لا يسمع في العراق سوى هتاف الشعب يريد إسقاط النظام بشكل عفوي مبني على احتقان متراكم. أطلق الشباب العراقي انتفاضته، ومن ثم انضمت النقابات والتجمعات المدنية ومختلف الفئات الشعبية لهذه التظاهرات، حتى وصلت إلى مستوى تنسيق رسمي ضمن قاعدة عريضة فشلت الحكومة في اختراقها أو الالتفاف عليها. أفرزت التظاهرات بعد مرور شهر عليها مواقف تجمع بين الطرافة والبساطة وتعبر عن التفاؤل والتعاون، وتكشف عن مدى ارتباط الشعب العراقي بوطنه وإدراكه لمفهوم الوطنية العفوي البعيد عن شعارات الأحزاب الفارغة. فمن بائعة المناديل التي تهدي المنتفضين مناديل لمسح جراحهم وعرق تعبهم إلى عربات التوك توك الصغيرة التي تحولت إلى أيقونة الانتفاضة، أصبحت التظاهرات يوميات عراقية بروح شعبية تجمع بين الاستمرار في الحياة والتأكيد على استمرار الانتفاضة. لكن الحكومة أبت إلا أن تحول هذه اليوميات إلى مآتم في كل حي وبلدة. السلطة الحاكمة وميليشياتها بتخطيط إيراني اختارت منذ اليوم الأول الحل الأمني، فاستخدمت كل وسائل القمع حتى سقط مئات الشهداء من المتظاهرين وجرح الآلاف في حصيلة مستمرة في الارتفاع. وعندما وجدت نفسها عاجزة عن إيقاف عجلة التظاهرات، حاولت أحزابها القيام بمبادرات سياسية اعتبرها المتظاهرون لا ترتقي إلى مستوى مصيبة العراقيين بهذه المنظومة الحاكمة. اختتم الشهر الأول من الانتفاضة، فخرج رئيس الجمهورية برهم صالح بخطاب يحاكي خطاب رؤساء بلدان الربيع العربي من حيث البلاهة والانفصام عن الواقع والهروب من حقيقة المشهد. الانتفاضة مستمرة، خذلها العالم أم ساندها، ونقطة نهايتها تكون حيث يجد العراقي نفسه حرا سيدا لنفسه مستقلا بحاضره ومستقبله. ولمناقشة محاور تغطيتنا سيكون ضيفنا في الاستوديو الناشط السياسي المستقل بهجة الكردي ومن ساحة التحرير عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك دكتور قحطان، يعني اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى موجة جديدة من التظاهرات تبدأ اليوم، وقبل قليل يعني عاجل على قناة الرافدين توافد لآلاف العراقيين على ساحة التحرير. أنت هناك، لو تصف لنا الأجواء وحجم المشاركة في ساحة التحرير.
حياك الله أخي العزيز وحيا قناة الكريمة ومشاهدي الكريم وحيا صديقي وعزيزي العراقي الأصيل الكردي بل العراقي. حياك الله دكتور. أستاذ العزيز. نعم. العراقيين توافدوا إلى الساحة، قد أقول ليس توافدوا بشر ومن مجرد جسم وهيكل، لا توافد قلوب، توافدت عقول، توافد تاريخ، حاضر، مستقبل. التوافد لا يمكن أن يوصف، والسلوك داخل الساحة لا يمكن أن يوصف، وقد يعجز حقيقة الأمر حتى أمهر شعراء وأمهر مبدعين الأسطورة واللوحة والسينما أن يصوروا هذه الحالة. رجال العراق كله بأيديهم بقلبهم بمستقبلهم، الشباب توافد، النساء، الرجال، الشيوخ وحتى شيوخ العشائر، نقول جزاكم الله خير باعتبارهم جزء من العراق، وحتى القوى السياسية غير التي تلطخت يدها أيضا بمال عام أو بدم عراقي إن توافد فهو شيء جيد وموجود. إذا نحن أمام كرنفال كبير أكبر من وصفه كساعة احتجاجات وتظاهرات، والشباب تتقاطر، والحمد لله القضايا اللوجستية نبحثها ونراها بين أيدينا من أصفار صغار وكأنهم تمرسوا على يد أمهر كليات العالم اللوجستيات. إذا العراق عرب عن معدن في هذه التظاهرة، عراق أصيل، قارئ المستقبل، صانع المستقبل، والساحة تبشر بإذن الله بخلاص العراق وبنجاة العراق بكل برمته من شماله لجنوبه إن شاء الله. نعم دكتور، يعني لو سألتك عن أهم الشعارات المرفوعة اليوم في الجمعة الثانية وفي دخولها للشهر الثاني من الموجة الثانية من انتفاضة تشرين، ما هي أهم الشعارات التي رفعت اليوم وأنت هناك في ساحة التحرير؟ الشعارات التي ذكرت في كلها تكمل بعض حقيقة الأمر، كلها تؤكد على حقيقتين أساسيتين: وحدة العراق واستقلال العراق، تأكيد إخراج العراق من البعد الإقليمي، من البعد الدولي، من بعد كل. وحتى إحدى الأشياء التي قد انتبهت لها وأنا من الضرير على متظاهرات، قال إذا متظاهراتنا شغب فتدخلكم قلة أدب. نعم. هذه دلالة على أن العراقي وعى أن التدخلات الإقليمية مرفوضة من الشارع العراقي، ومعروف بتأكيد هذا زمن موجه الكلام. هذه هي حقيقة أكثر الذي لفتني إليه، ولكن أيضا عار على الحكومة، عار الحكومة عار، وقضايا أخرى مع احتراماتي قد يكون المجتمع لا أقدر أن أتلفظ بعض الألفاظ لاحترام المتلقي، ولكن كله يدلل على أن القناعة مسبقة في الشارع العراقي بتظاهراته بشعاراته: العراق حر مستقل واحد موحد، والإدارة العراقية الآن إدارة فاشلة لا تقدر ولا يمكن، أو مثل الأشياء عفوا اعذرني، لست الاستبدال حمارا ببغل بل إلغاء حظيرة البهائم برمتها وما شابه ذلك، دلالة على أن هناك رفض شامل كامل للعملية السياسية وشخوصها وآلياتها، ورفض للتدخل الخارجي. نعم دكتور، يعني قبل قليل استشهد 4 من المتظاهرين الذين كانوا يرقدون في مستشفى الجملة العصبية، نسأل الله لهم الرحمة. المتظاهرون كما تعرف تعرضوا خلال اليومين الماضيين لحملة قمع كبيرة من قبل القوات الأمنية والميليشيات باستخدام قنابل غاز قاتلة، كيف وجدت رد فعل المتظاهرين حيال هذا القمع؟ هل أثناهم على تلبية دعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات؟ حقيقة الأمر يعني نحن سمحت لنا فرصة أن نشترك حتى في معارك، فشاهدنا في المعارك عندما يجرح جندي يطلب النجدة وثم الإخلاء إلى الخلف. حقيقة يا أخي العزيز، شاب عمره 16 سنة يجرح، لا يقبل أن يضمد ولا يقبل أن يسحب إلى خارج الخط المواجهة، هو المصطلح، هذا المصطلح. سائق التوك توك، سائق ماهر، ليس فقط سائق توك توك، سائق ماهر ورجل إسعاف ورجل معالجة ورجل معالجة الغازات المسيلة من الدموع. يعني حقيقة الأمر هذه الصور والله الكريم يعني تحتاج بانورامات حتى تجسدها. فإذا يعني حقيقة الأمر هذا اللي يطرح الجميع،
انه دليل على العراقيه ودليل على الموقف ودليل على قناعه ودليل على كذا. فالاندفاع الشبابي اندفاع واعي متزن ايضا بالمناسبه، لانه في اليومين الماضيين قلت نسبيا عمليه قصف المتظاهرين بالغازات، سيما عندما زارت الامم المتحده الساحه. نعم. لم نشهد منتس طعن وتجاوز على حد. اذا الشباب منضبطين ومستقيمين ذاتيا او ضمن توجيهات اكرمهم سنا. نعم. اعود اليك دكتور قحطان الخفاجي. دكتور استاذ بهجت، يعني كيف ترى تلبيه المتظاهرين لدعوه اللجنه المنظمه للتظاهرات ودخول فئات جديده من المجتمع العراقي على خط التظاهرات؟ اليوم هو الشهر الثاني للتظاهرات المستمرة منذ اليوم الأول لشهر أكتوبر الماضي. أولا أخي دكتور عمر، خليني أحيي تاج راسي أخواني خواتي المنتفضين المتظاهرين. نعم. في مدن العراق وساحاتها أثلشتم صدورنا حقيقة، فألف تحية مني لكم والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. وأحييك أخي وأحيي الأخوة في إدارة القناة وأحيي صديقي العزيز الدكتور قحطان الخفاجي، حياك الله يا سيدي، مشتاقين. أنا سعيد أسمع صوتك مباشرة. نعم. من بغداد الحبيبة. دكتور، اللي صار في العراق اليوم بعد شهر من بدء الانتفاضة. نعم. حقيقة يجب أن تقال، تختلف عن كل الانتفاضات والمظاهرات التظاهرات السابقة بأنها خلال 20 يوم قلبت الطاولة على الرئاسات الثلاثة والبرلمان التعيس والحكومة وحتى الأحزاب السياسية، قلبت الطاولة تماما خلال 20 يوم عندما قربت الحاضنة الشعبية لها من خلال الأبطال الذين قدموا أرواحهم وطلعوا إلى الشارع، وكانت حقيقة يعني حتى التغطيات العالمية كانت ضعيفة جدا، يصوروها شغلة يوم وهمنا يومين وأكثر شيء أسبوع، وهذا اللي كانت يعني تعول عليه الحكومة. لكن اليوم منتفضين في ساحات وشوارع العراق، لا عراق جديد، عراق كنس الفاسدين، شيء مفرح. اليوم أشوف هذه الأطفال اللي مشاركة يعني من 10 و5 وحتى أطفال أبو سنة وسنتين مشاركين، هذا الالتحام الأسطوري أسميه خرافي من أبناء الشعب العراقي مع منتفضين، خلاني أعيش أمل أن التحرير قادم وكنس هذه المجموعات البائسة قادم لا محالة، لأن الشعب العراقي مل ويأس من كل مشاريعهم، مجموعة عصابات. نعم. مجموعة بائسة من الفاسدين، يعني كانوا يصورون أن العراق للنهب وللسرقة واشتغلوا عليها أكثر من 16 سنة وما قدموا شيء، ويطلع لي بعض اللي موجودين داخل هذه العصابة الحاكمة يقول لن نقبل يعني تدمير منجزاتنا. أي منجزات أنتم عندكم؟ نعم. أسمع من المالكي وأسمع من عبد المهدي المهندس ومن العامري وأنه أي ما أبو مهدي المهدي، يعني أنتوا شنو اللي قدمتوا للشعب العراقي غير أنكم سارقين أكثر من 1000 مليار؟ والأكثر من هذا، شوف أبنائنا أخي، شوف أطفالنا. اليوم أنا أتابع أخي عمر، طفل عمره يمكن 12 سنة. نعم. لابس فردتين تكرم نعال، كل واحدة شكل، فيسأل أحد ليش؟ قال له عمو ما عندي فلوس. فأريد أقول لهذه المجموعات البائسة، هذولا تتهموهم أنهم مأجورين؟ هذولا يشتغلون مع السفارات الغربية والأجنبية؟ هذول مندسين؟ يقول عندي أخ شهيد قبل أسبوع ميت، يعني مستشهد أخي هذا شيء لم يحصل. أنا الحقيقة من خلال اتصالاتي في بغداد وعندي عوائل وأسأل شنو المطلوب، يعني الحمد لله والشكر تتواصل معهم. أبناء العراق بنسائهم يعني رجالهم الكل تريد تساهم. إحدى أقاربي تقول رحت للساحة أنا وبنتي وزوجي، تقول يفتحوا لي الطريق، يفتحون الطريق للنساء، وسعوا يجوا النساء. عملية حقيقة يقول لك لا يمكن أن يتصورها، أنه هذا الشعب العراقي اللي حاولوا يمزقوه خلال 16 سنة وينهون هويته، يظل شعب بلا هوية. الحقيقة يجب أن نقبل أقدام المتظاهرين، أيديهم، رؤوسهم، هؤلاء أعادوا الأمل للشعب العراقي يا سيدي. نعم.
دكتور قحطان الخفاجي، يعني وأنت أستاذ في العلوم السياسية ومتواجد بشكل متواصل في ساحة التحرير، كيف قرأت خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس، وكيف يعني وجدت ردود أفعال المتظاهرين في ساحة التحرير بعد هذا الخطاب؟ نذكر بهذا الموضوع نقطتين أساسيتين. أولهم القناعة الموجودة لدى الشارع العراقي والحراك العراقي، يرى أن العملية السياسية كما قلت لك قبل قليل برمتها بشخوصها بآلياتها بتشريعاتها لابد أن تنتهي وأن تؤتى بعملية سياسية أكثر نضوجا، أكثر وطنية، أكثر حرصا على وحدة العراق واستقلاله وحريته. الشيء الآخر أن هذه المجموعة التي على قمة سلطة البلد الآن لا تعي حقيقة الأمر بشكل عام، ولا يمكن لها بمقدورها أن تنجي أو تقدم شيئا معينا يقتنع بأبسط متظاهر، سيما وأنهم نسوا حالة أخرى أن المواطن العراقي تجاوز كل عمليات أو إمكانيات استغفاله كما كان سابقا. جاء خطاب رئيس الجمهورية مؤخرا عبارة عن ترتيبات كما يقول من دستور، والدستور أساسا هي وأساس المشكلة لدى الشارع العراقي. العملية السياسية هي مشكلة أساسية لدى الشارع العراقي. وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البرلمان بهذه الآلية المحاصصية الطائفية على سبيل المثال، هو لم يكن رئيس الجمهورية لم يكن كرديا، ولم يكن أساسا كرديا إلا إن كان من جماعة برزة طلباني بالتنسيق مع توافقات مع البرزاني، كذلك الحرس وزراء إلا شيعي وذاك إلا سني. إذن هذا الآلية هي مرفوضة، وبالتالي ماذا يأتي عنهم يرفض. ما مالك إن أتى البيان عبارة عن ترقيعات وحلول هامشية وما يسميها ضبط الدستور الذي هو أساسا متهالك ومتهالك، بحيث هم قالوا أنه دستور فاشل كتب على عجل وينبغي أن يتغير، وحتى وعود التغيير التي أطرحها وتغيير رسول الوزراء أطرحها هو في حساباته ضمن قواعد عامة تربطها وتربطها الطائفية والمذهبية، وبالتالي أيضا لا نغير شيء بشيء أسوأ منه أو شيء مماثل. أكو مقولة العراقيين بدأوا يقولونها عسى الحكومة أن تسمعها، إن كنت قد خدعتني مرة فالعيب فيك، وإن خدعتني مرتين فالعيب فيك، فعسى لا يلدغ المرء من جحر مرتين. وما بالك الآن ندغ عشرات وعشرات المرات. إذا الأمر انتهى والخطاب بائس، وما يأتي عنهم لاحقا أكيد لا يكون بائس، لأن منطلقهم هو ذاته منطلق أبي محاصصي مرتبط بأجندات خارجية إقليمية. نعم، إذن يعني المتظاهرين في ساحة التحرير وكما يعني تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا رافضين لهذه الكلمة من قبل رئيس الجمهورية. أكيد رافضين الكلمة ورافضين ما قدم قبل ذلك رئيس الوزراء وما قدم وما اقترح البرلمان، لأن حقيقة هو أن هؤلاء المتظاهرون الذين يمثلون عن عمق العراق ومستقبل العراق يدركون حقيقة أن الخلل في العملية السياسية تماما وليس بغيرها، أي هي المشكلة وليس هي جزء من الحل. نعم دكتور، ما الهدف من تنظيم تظاهرة من عناصر الميليشيات تحمل لافتات تأييد المرجعية الدينية وتريد التوجه إلى ساحة التحرير؟ ألا تراها بأنها تريد الاحتكاك، تشويه التظاهرات؟ ما الهدف منها وأنت هناك في ساحة التحرير؟ أنا حقيقة كتبت بذلك شيئا ونشرته، وجاءتني ردود من جماعات مختلفة بما فيها من جماعة الحشد يلومني يقول لماذا لم نشارك نحن ونحن العراقيون. نقول كمنطق عام التظاهر تخرج بطبيعة الحال من الشعب تتخاصع مع الحكومة، وبالتالي الحكومة تقف ضد بالتأكيد مع التظاهرات، ضد التظاهرات وتحتويها. ممكن الصحة فقط تدخل لإسعاف الجرحى إنسانيا، ولا يمكن أن تكون وحدة عسكرية مثلا إلى جانب المتظاهرين تصف مع متظاهرين. فلا أعرف أن الحج يقال أنه هو جزء من دولة وجزء من عملية رسمية دولة، فكيف هاي المؤسسات الرسمية العسكرية الحشد تدخل مع متظاهرين، تدخل أما مؤيدة وذلك هي أعلنت العصيان وأعلنت التمرد على الدولة ينبغي يكون قرار رسمي تجاه عيالها، أما أن تدخل وهي تدافع عن التظاهرات
طيب ايضا الجيش الموجود الان زي المتظاهرين لحد الان لم يتم اختراق هذه المظاهره من عناصر غريبه. نعم. والذي قتل عن طريق الملثمين الذين يرمون بطلاق الدخان. اذا دخولها بالتاكيد له غايه اخرى، لا نرمي حجرنا في الظلمه بقدر ما نقول هو سينتج عن تدخلهم اشياء كثيره ممكن مخاطر على الشعب العراقي. نعم. اعود اليك يا دكتور قحطان الخفاجي. استاذ بهجت، يعني مثل ما اشار الدكتور قحطان، يعني انت جزء من الحكومه وانت ممثل بقوات مسلحه، كيف لك ان تشارك بتظاهرات تطالب باسقاط هذا النظام وهذه العمليه السياسيه باكملها؟ كيف ترى هذه المشاركه التي وصفوها بانها ستكون مشاركه كبيره، وقبل قليل يعني وصلتنا الصور وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في قلب بغداد عند مول النخيل أعداد قليلة جدا. شوف يا سيدي، هذه المجموعات البائسة تريد تخترق التظاهرات وهذه الانتفاضة. نعم. كيف تخترقها؟ أكو اختراق يسموه اختراق ناعم. وهذا الاختراق الناعم على أساس إحنا هم عراقيين، أي أدري. نعم. لعد من دا يقتل أبنائنا؟ مو أنتوا بالحشد عندكم وزراء؟ مو انتم جزء من العمليه السياسيه الفاسده اللي طالع عليها الشعب العراقي من 2003 الى اليوم؟ بس دمار وسرقه ونهب وقتل. شنو جايين؟ شو هذا يسموها عمليات محاوله للاختراق، وهذه المحاولات تختلف اخي عمر في كثير من الاتجاهات. طبعا هذه المجموعه وراءها خبثاء ايران اللي يخططون. هؤلاء يريدون باي يعني طريقه تزامن مع حديث انه قاسم سليماني تراس يعني اجتماعا. نعم. في بغداد، وانه وضع خطوات لقمع التظاهرات بلا ادنى شك. نعم. لابد ان هذه المجموعات البائسه عندها مجموعه اوراق، لانه المظاهرات خرجت الى صارت ان اعتصامات. الاعتصامات صارت انه التحم معها ابناء الشعب العراقي المنكوب بهذه الزبالات اللي جاءت على الدبابات الايرانيه والامريكيه. اليوم يا سيدي يريدون باي طريقه، لا تستبعد، لأنه عندهم مشاريع. لكن أنا أحيي إخواني في الانتفاضة، لا تسمحوا لأي كان أن يستفزكم، عليكم أن تبقون سلميين. قاسم سليماني معلومات يقول أنه حتى يحاولون أخذ الأسلحة المتوسطة اللي موجودة عند الجيش، لأنه ممكن في المستقبل الجيش يلتحم ويا الشعب، وأن الحشد عنده مشروع من أجل تدمير وقتل واختراق ساحات الاعتصام والشوارع. لأنه هؤلاء بالنسبة لهم يقول لك إحنا بعد ما ننطيها أخي دكتور عمر. نعم. على نندي يقولون أنه إحنا هاي المنجزات اللي قدمناها وهذه البطولات اللي قدمناها خلال من 2003 إلى اليوم، يعني دا يفتخرون بأنه عندهم منجزات في هذا العراق. بلا أدنى شك يخططون، والاختراقات راح تكون كثيرة. بالمناسبة منها مثلا أنا أسمع اليوم يعني وداول المواقع الاجتماعي أنه إقامة حفلة مشتركة بين لفنانين عراقيين داخل ساحات ما من أجل التقارب بين الجيش والشرطة. أنا أقول لا. يا سيدي هذا أيضا نوع من الاختراق. أحيي الفنان المطرب الرسام أيا كان أن يتواجد داخل التظاهرات ويكون مع الشعب العراقي ومع المنتفضين، لكنه الآن أنا أسوي حفلات رقص وإحنا عندنا شهداء وعندنا آلاف الجرحى. أنا ضد هكذا مشاريع، لأن أعتبر فيها اختراق. ولهذا يعني أحاول ألفت انتباه أخواني قادة هذه الانتفاضة أنه لا تسمحون بهذه الطريقة أنه يتم اختراق، لأنه اللي تابع أخي عمر المواقع اللي معادية للانتفاضة والمظاهرات يطلعون صور بعض الشباب الأطفال دا يرقصون ويغنون. انتم مو انتم اخوانكم مستشهدين؟ مو انتم اصدقائكم؟ اي على اساس انه يعني انه شلون ترقصون؟ مو يضربون على هذا الوتر انه حتى في سبيل الاساءه للمنتفضين. ولهذا اقول لاخواني في اداره مثل هكذا تجمع، عمليه مو سهله. لما عندك مليون متظاهر، اكو ناس تتعمد تاتي هناك من اجل انه يطلع اساءه، من اجل ان يصوروها، من اجل انه توضع. تذكر في التظاهرات 2015 مجموعة الصدر لما ذهبت إلى المنطقة الخضراء طلعوا ناس تحف ومدري إيش وكذا، هذه كانت نوع من الضربة. نوع فيجب على إخواني في إدارة وقادة هذه الانتفاضة والمعتصمين
أن نكون بأخلاقنا العراقية، واللي يريد يشاركنا في همومنا ويكون معانا في هذه الانتفاضة ويشارك المتظاهرين همومهم عليه أن يجي ويشارك، ولا يحاول أنه يخترق في سبيل أنه يجي بعدين واحد يصور يقول شوفوا العراقيين عندهم إخوانهم مقتولين ومذبوحين وهم محتفلين. الفرح مباح، الفرح مباح، عرس عراقي يا سيدي. نعم. أنا سعيد بهذا، لكنه علينا أن ننتبه. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، يعني تقرير لمنظمة العفو الدولية يوم أمس أشارت فيه بأن القنابل التي القنابل المسيلة للدموع التي تستخدم من قبل القوات الأمنية هي قنابل عسكرية، وبأن القنابل التي تستخدم في تفريق التظاهرات أقل من هذه القنابل بعشر مرات. ما تعليقك على هذا التقرير، تقرير منظمة العفو الدولية؟ دكتور قحطان هل تسمعني؟ نعم، انقطع اتصال مع دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من ساحة التحرير في العاصمة بغداد. إذن دخل ذو الاحتياجات الخاصة والمكفوفون إلى خط انتفاضة تشرين، مطالبين كغيرهم من المتظاهرين بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الحاكمة. هذه الشريحة عانت كثيرا من الإهمال والتهميش الحكومي، فجاءت مشاركتهم في التظاهرات تعبيرا عن إحساسهم بالظلم الذي يعاني منه العراقيون. نتابع. ما أقعدهم المرض ولا حجبهم العمى عن أن يبصروا طريقهم واضحا على منارات دم شهداء انتفاضة تشرين. المكفوفون وذوو الاحتياجات الخاصة حضروا بقوة في التظاهرات مرددين هتافات ضد النظام والأحزاب الفاسدة. شريحة حال المجتمع، يعني هم مطالبة بالحقوق، بس أكثر شيء احنا دائما نوقف وقفات احتجاجية سابقة وقفنا، هل هاي الوقفة تختلف وقفتنا الاحتجاجية مساندة وي شرائح المجتمع البقية اللي بغداد باقي المحافظات، احنا هسه بالبصرة، يعني نطالب بحقوق الشعب العراقي بصورة عامة ومساندة لحقوق الشعب العراقي. في مدينة البصرة تجمع ذوو الاحتياجات الخاصة والمكفوفون في ساحات الحرية يدا بيد مع إخوانهم المتظاهرين، وكلهم عزيمة على ألا يغادروا ميادين الانتفاضة حتى تحقيق مطالبهم. اليوم احنا كمكفوفين وكمعاقين وكظروف صعبة جاي نطلع من أجل هذا البلد، من أجل الشهداء، من أجل كل قطرة الدم ساعد، من أجل راجع الحقوق. احنا ما نريد شيء، احنا نريد حقوقنا كمواطنين، نريد حقوقنا كإنسان. شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرها من شرائح المجتمع العراقي عانت من الظلم الحكومي والتهميش والإهمال، حيث مراكز رعايتهم تشكو غياب الخدمات ويواجهون صعوبة لا مثيل لها في إكمال التعليم أو إيجاد دوافع تنمي مهاراتهم وتحولهم إلى منتجين في هذا البلد. خروجنا اليوم كشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة هو لدعم إخواننا المتظاهرين من أبناء البصرة البيحاء وإسنادهم والمطالبة بدماء الشهداء التي سالت بدون ذنب. ولا تزال انتفاضة تشرين تقدم صورا شتى ومواقف مشرقة عن توحد الشعب العراقي وائتلافه حول هدف محوري يتمثل في استعادة الوطن من أنياب الفاسدين وداعميهم. أهلا بكم من جديد. دكتور قحطان الخفاجي، سألتك قبل التقرير وقبل انقطاع الخط عن تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم أمس حول استخدام القوات الحكومية للقنابل المسيلة للدموع. التقرير أشار بأن هذه القنابل لا تستخدم في تفريق التظاهرات وإنما تستخدم لأغراض عسكرية. كيف قرأت هذا التقرير؟ التقرير بالتأكيد هو أدرى بتفاصيل كثيرة. نعم. لكن كواقع حال نحن نكون منطقيين، المسيلة الدموع تستخدم في عملية تفريق التظاهرات بشكل عام، في الحروب نادر ما تستخدم هكذا دخانيات، ولكن المشكلة الآن في الجانب العراقي
أو في وضعية استخدام الآن الفعلي في الدخانيات التي أساسا كما قلت لاستخدامات تغليق الظهرين. طريقة الاستخدام هنا المشكلة، إن لم ترقى في الجو أو في الأرض لكي تعطى دخان والناس تنسحب، لا، توجه على مستوى رؤوس الشباب، وبالتالي هذا عندما تصدم برأس أحدهم أو تصدم مباشرة بأي جزء من جسمه يخترقه. وشاهدنا كثير أن بعض الشباب اخترقت رؤوسهم واخترقت أجسادهم والدخان عم يخرج من داخل هذه القنبرة. إذا طريقة الاستخدام هي التي تدلل على لا إنسانية وعشوائية ومقصودية سيئة للأطراف التي تقوم بهذا الاستخدام. لكن أنا لا أضم صوتي إلى أنها كمادة لا تستخدم بالتظاهرات، لا تستخدم، ولكن تستخدم بالعادة فوق عالي جانب دخان مع الريح حتى الريح يأتي بالدخان على المتظاهرين ويفرقهم، ولكن توجه بمستوى قاتل على الرأس والصدر هو الغريب، هو الذي يجب أن يسأل عليه الرامي بهذه الدخان. نعم دكتور قحطان، يعني عرضنا في التقرير قبل قليل حول مشاركة شريحة أصحاب الاحتياجات الخاصة في التظاهرات بشكل ملفت، أنت كيف شاهدت، كيف قرأت هذه المشاركة الواسعة؟ الشرائح اللي استخدمت أو اللي شاركت في التظاهرات، كن دقيقين في الوصف، في أيامها الأولى لحظاتها الأولى سواء من 11 أو 25 كلها شباب يتراوح أعمارهم بين 16 14 إلى 25 أكثر وأقل، هناك قد يتجاوز ويقل نعم، ولكن في الغالب في هذه الشريحة الشباب، وهم على ما يبدو من وجوههم من الشباب الذين يعني دلالات التعب على والهزيل جسمه متعب واضح، يعني كما نقول ليس من الترت، يعني مع احتراماتي للآخرين يكون بشكل آخر، لكن الآن بعد ما 26 بشهر يومين بعدها لا توسعت وأصبحت أكثر، وأصبحت النسوة أيضا تسابق الشباب إلى الخطوط الأمامية. الآن بعد ثلاث أربعة أيام ثلاث أيام من التظاهرات لا أصبحت العراق بغداد كلها في الساحة، وأحلى ما في الأمر أن العراقيين استطاعوا أن يحولون، ليس هم يتحولون إلى الساحة، أول ساحة التحرير إلى قدية في بغداد، بمعنى أنت تشاهد ساحة التحرير في البياع، تشاهد في مدينة الثورة، تشاهد في التغنية، تشاهد في الزعفرانية، يعني كلهم في درجة وفرح واضح. ثم حقيقة أمر عموم الجيش العراقي الحقيقي والشرطة الحقيقيين، أنا رغم اختلافي مع طريقة تشكيل الجيش العراقي بعد 2003 أسميه جيش السوبرانو، ولكن لكم حقيقيين ودقيقين، أثبت عراقية واضحة لديهم، بمعنى أنهم متقربين جدا إلى المواطن العراقي إلى المتظاهر، لدرجة أن على سبيل المثال الحصر هم ينقلون بعض الجرحى وبعض السيارات ظاهرين الحرجة، والمتظاهر يأكل أكله على الجندي العراقي، الشرطي العراقي الحقيقي لا أعطى عراقية واضحة. إذا حتى هذا نعتبره مع الشريحة اللي استخدمت، فالشرائح بكل شرائح المجتمع دون استثناء هي في الساحة الآن. نعم طبعا نحن الآن نشاهد صور مباشرة من ساحة التحرير في العاصمة بغداد. دكتور قحطان أعود إليك، أستاذ بهجت نفس التساؤل، كيف قرأت هذه المشاركة الواسعة، النساء تقوم بالطبخ وتنظيف الشوارع إلى جانب الشباب، الشباب بالتأكيد طبعا كبار السن، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف ترى هذا التلاحم الشعبي العراقي في ساحة التحرير؟ دكتور عمر، هذه غيرة أهل العراق، هذا اللي إحنا راهنا عليه، مهما فعلت هذه المجموعات البائسة المعدن العراقي سيخرج هؤلاء ويكنسهم، هذا معدن العراقيين. هذه المجموعات حاولت خلال هذه السنوات البائسة من وجودهم داخل السلطة بهذه الأحزاب أنه يعني صوروا العراق كعكة والكل تقسم وتأخذ حصتها. اليوم أثبت الشعب العراقي يا سيدي، يعني أي شيء مفرح أخي دكتور عمر لما أشوف خوات عراقيات. نعم حتى ألفت بأنه حتى اليوم وصل يعني فريق تطوعي قادم من محافظة نينوى إلى بغداد لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير. بلا شك أحييهم، تاج راسي أهلي، هاي ولايتي، ومطلوب الآن، شوف الآن بعد هاي التجربة شهر
ثبت لنا وللعراقيين أنه عدم وجود طائفية، عدم وجود شعارات، أنه هؤلاء يمقتون هذه الحكومة وشعارهم شلع قلع كلهم حرامية. ويطلع أسماء، يعني بالمناسبة أحد الأخوة العراقيين، يعني شوف الفكاهة الطيبة العراقيين، نعم، رافع شعار إيه، نقول لهم شلع قلع كلكم حرامية، هم وإحنا ونريد وطن، هم يعرضون علينا كيلو عدس. نعم، هذه حقيقة أخي، هذا التلاحم شيء مو طبيعي، يعني حقيقة يجب أن يذكر للشعب العراقي. نساء من بغداد والمحافظات ينظفون نفق التحرير، نعم، ينظفون بناية اللي إحنا نقول جبل أحد اللي يقولون عليه المطعم التركي، المطعم التركي. هذا التلاحم شيء يفرح القلب، شيء يخلي يثلج الصدور، إنه هذا الشعب صحة، لأن مشروع المنتفضين كنس كل هذه المجموعات إعادة هذا العراق الجميل، إعادة. أنت شفت البنات؟ نعم. شفت المشاركات من المدارس الابتدائية والروضة، وحتى وصلت إلى طبيبات ومن كليات الطب، شيء حقيقة أنا أشكرهم، أحييهم، أقف لهم احتراما أخي عمر، لأنه هذا هو معدن العراقيين، وهؤلاء أصحاب الغيرة. نعم. هؤلاء اللي طالعين أخي العزيز اليوم في هذه التظاهرات وهذه الانتفاضة التشرين، يريدون يقولون للإيرانيين لا يمكن أن تبلعوا العراق. نعم. والمثل المصلاوي يقول أخي دكتور عمر، مو كل مدعبل جوز. نعم. الإيرانيين تصوروا أنه العراق من هالمدعبلات جوز ويأكلوه يبلعوه، لكنه ثبت اليوم أنه هذا شعب المعجزات، شعب الحضارة، تاريخ، كل هذه العوامل لعبت دورة أخي عمر في أن تصل إلى العراقيين أنه نصرة إخوانهم واجب. نعم. وهذا شيء حقيقة أخي عمر يجب أن ندعمه إحنا بالخارج، يجب أن ندعمه بكل الوسائل. نعم. وأنا بالمناسبة يعني أمس أرسلت مبلغ مالي من أجل شراء كمامات الغاز والكفوف، لأنه هذه أهم حاجة الآن، يعني نعم، مطلوبة، لأنه هذه تتلف بسرعة من خلال المعالجات الميدانية لحالة اللي موجودة داخل المجتمع العراقي. دكتور قحطان الخفاجي، كيف تقرأ المشهد مع استمرار التظاهرات في ساحة التحرير، إن كان في بغداد أو في المحافظات العراقية الأخرى؟ كل يوم يزداد التضامن من قبل المحافظات العراقية الأخرى التي لا تستطيع المشاركة، معروف بسبب القبضة الأمنية هناك وبسبب ظروف المحافظات كالأنبار ونينوى وصلاح الدين. المشهد كيف تقرأه، إن كان في الشارع أو من جانب الحكومة؟ هل سوف تبقى الحكومة تماطل كل يوم يخرج رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان بخطاب معين؟ مع استمرار هذه التظاهرات ومع تزايد هذا التضامن والتأييد، أنت كيف تقرأ المشهد في الأيام المقبلة؟ حقيقة الأمر المشهد يؤشر الحالة التالية، أن قناعة عراقية تبلورت وتحولت إلى موقف، والموقف تحول إلى دم وشهادة في سبيل الوطن، وبالتالي لا أتوقع عودة لهذا الشارع العراقي دون أن يحقق مطالبه المنطقية والمعقولة التي تضمن له مستقبل آمن ويشكل الوطن. والكل الآن يقولون أريد وطن، أحدقوا عن الشعارات اللي كانت مميزة جدا، وأنا أريد وطن، والوطن كلمة كبيرة جدا، أي قيم، تآلف، وحدة، حرية، تقدم، استقلال. شيء آخر من جانب الحكومة، ما زالت الحكومة بشكلين. أولاً، معلوماتي المتواضعة من داخل بيت الحكومة الخضراء أنها متهاوية ومتهالكة، وأن الخلافات بينهما على أشدها، وبالتالي أنهم في مأزق كبير. ولكنهم على ما يبدو أن وكما أؤكد أنا أكثر مرة وأكد آخرين غيري، أنهم من الأساس ليس لا إرادة لهم بالمرة، هم مسلوبي الإرادة، لأنهم جاءوا بأجندات أجنبية أو جهات أخرى هي من ثبتهم. ولعل الذي سمعناه من قبل إيران عندما شكت الحكومة الأخيرة، قالوا فزنا على أمريكا بثلاثة صفر، بمعنى أن الرئيس إنه ورئيس الوزراء إنه ورئيس البرلمان إنه، كما قرأت أمور هكذا. إذن الحكومة بالمقابل ما زالت تحاول أن تجد لها منفذ، ولكنها طبعا بالتأكيد لن تصل إلى حالة معينة. الذي نخشاه من الجانب الرسمي أن وجود فصائل أو جماعات مسلحة مرتبطة إلى حد كبير بإيران،
هذه الجماعة قد تذهب كبيرا إلى طريق المصادمة، باعتبار أن إيران تفكر أن بخسارتها للعراق سوف تخسر وجودها الإقليمي برمته، وبالتالي أنها معركة بالنسبة لها معركة مصيرية. نتوقع أنها تذهب بهذا الاتجاه. العراقي طالما بهذه الوعي وهذا الوعي وهذا الإدراك وهذا الإقدام وهذا العمق الذي بدأ كما قلت لك قبل من زاخو، وأنا واثق ومسموح كلامي، من زاخو والسليمانية مروراً بكل مناطق إلى حد البصرة والفاو، يد واحدة وقلب واحد، إذا لا يمكن أن يرد هذا الهدير الكبير الشعبي. إن الشعوب إذا أرادت فلا بد القدر أن يستجيب. وعلى الحكومة، أنا نصحتها قبل يومين أو ثلاث مع أحد المسؤولين حول الاتصال بي بطريقة من الطرق، قلت له التالي: أمامكم خياران، خيارين لا ثالث لهما، أما أن لا قدر الله تفيدوا الشعب العراقي بأجمعه لتقعدوا على سلة الخراب، أو أنكم تحاولوا أن تسحبوا أنفسكم بطريقة على القصاص لا يكون عليكم شديدا. نعم، لا ثالث لهما. لذلك أتوقع أن الأمر بهذا الاتجاه، إلا إذا أراد الله شيء آخر، الله أعرف وأدرى كيف تكون الغد. نعم، أعود إليك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أستاذ بهجة الكردي، يعني نفس التساؤل، أنت كيف تقرأ المشهد يعني مع استمرار هذه التظاهرات وتزايد الزخم؟ هناك يعني تأييد من جميع المحافظات، حتى وإن لم يخرجوا على الساحات هناك تأييد على منصات التواصل الاجتماعي. نفس التساؤل، كيف تقرأ المشهد إن كان من جانب الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، أو من جانب المتظاهرين على الشارع؟ بس نعم. تنطيني دقيقة تفضل حتى أرجع للموضوع، بموضوع ذوي الاحتياجات. دعوة من بهجة الكردي إلى كل أخواني في ساحات الاعتصام، دعم هذه المجموعة، هؤلاء أكثر من يعانى من جرائم هذه المجموعات. نعم. يجب أن نسهل لهم، ويجب أن توثق هذه الصور وأسماءهم، من أجل أنه عندما تأتي حكومة وطنية عراقية أن تقدم لهؤلاء تحل مشاكلهم، لأن هذا تدري يعني وين يروح. نعم. إحنا الصاحين عندنا واللي السالمين عندهم مشكلة، لا عمل، لا إمكانيات، لا فرص، لا تعليم مثل البشر، لا صحة. فهذه حقيقة أيضا الرسالة يجب أن تصل، أن توثق هذه الصور، توثق الأسماء، من نعم. أجل أن يأتي زمن إن شاء الله قريب وقريب جدا أن يعالج مشاكل هؤلاء. أما في موضوع كيف تقرأ المشهد يا سيدي، هذه المجموعة البائسة، جماعة تعالوا احتلونا، والرئاسات الثلاثة يضحكون على الشعب العراقي. نعم. أوفك من البرلمان، خلي أجي على هذول. أنا لم أرى بحياتي قلة يعني خجل، ما لا يوجد خجل عند هؤلاء. يعني هؤلاء يصورون أنه لا زال أنه يفكرون في أنهم باقين، ويريد عبرهم صالح الباحث معه يسوي خطة للانتخابات ولجان ومفوضية. ما أنت أول الفاسدين، وأنت واحد من حيتان الفساد أخي عمر. للأمانة وأقولها لأبناء شعبي الثائر المنتفض، بعدم وجود المالكي والعامري والمطلق وعلاوي وقادة الكتل والأحزاب وعمار، وأنت ماشي هذول اللي يسموهم إخوان الشلع، إذا ما شاهدوهم العراقيين في السجون وتعاد الأموال المسروقة، لن يستكين هذا الشعب العراقي، لن يستكين. لأنه ما معقولة إحنا أبنائنا ما عدهم يأكلون، واحدنا يستشهد داخل هاي الشوارع وبالقنا من خلال القناصين، وبجيبه يطلع 1000 دينار، يعني بالنسبة للإخوان العرب يعني ما يطلع دولار واحد ما يطلع بجيبه. وهذه المجموعات البائسة تلعب بالمليارات في إيران وفي دبي وفي لبنان وفي بريطانيا وغيرها وغيرها، وعايشين بهذه الرفاهية. متى ما يشاهد المواطن العراقي المنتفض بالعراق الخارج هذه المجموعات في السجون في المعتقلات، وأن يكون هناك قضاء عادل ومحاسبة للفاسدين، أكو نعم. أكثر من 30,000 ملف. نعم. أين هذا القضاء التعيس؟ أعود إليك أستاذ بهجت. دكتور قحطان الخفاجي، تصلنا الآن صور مباشرة من ساحة التحرير وأنت متواجد هناك، مرة أخرى لو تصف لنا حجم المشاركة والأجواء هنا في ساحة التحرير. نعم دكتور. دكتور قحطان، هل تسمعني دكتور قحطان الخفاجي؟
نعم أسمعك. سألتك بأن تصلنا الآن صور مباشرة من ساحة التحرير وأنت تتواجد في قلب ساحة التحرير، لو تصف لنا حجم المشاركة والأجواء هناك. قد أصفها دي بساطات عدد الأعداد، قد لا أقول لك أو أكون مبالغ دقيق، قريب المليون قد يكون، ليس بالدقيق الرقم، ولكن الذي يعرف أنه بحدود حوالي كيلو على شكل رقم زائد، خلنا نقول كيلو الأفقي وكيلو العمودي، والعراقي يعرف تماما، أقول له من منتصف ساعة منتصف جسد الجمهورية إلى ما بعد، إلى ما قريب سيد حمد الله وجمل العصبية، ومن قريب الخلاني إلى قريب ساحة النصر وبعد، هذه مكتظة بحيث لا مجال للحراك، والمناطق أخرى أقل وأقل وأقل، فكثير جدا ما شاء الله، ومناطق أخرى أيضا من جمع بها الناس. نعم، كلمة توجهها عبر الرافدين إلى المتظاهرين في ساحة التحرير أو في ساحات التظاهر، الآن نشاهد كذلك صور مباشرة من السماوة. دكتور قحطان، أنا أقول المتظاهرين الذين هم فخر العراق وعز العراق، أتمنى أن أكون أصبع في قدميهم لكي أتشرف بهذا الموقف البطولي الثابت، ولكن أتمنى أن من المتظاهرين أن يبورون سفراء، نعم، يحاولون أن يقدموا وجهة نظر إلى الجهات الدولية حتى يجبروا المجتمع الدولي أن يتحرك أمام هذه الجموع، وإلا لماذا الصمت الدولي اتجاه هذه الحالة، وإلا ولكي لا يقال عن هذه المجموعة ليس لها من يتحدث على قد تقدير بحديث علمي منطقي يقبل من آخرين. هذه السفراء يكونون مراسيل لإيصال الرسالة، أما القرار فيبقى لمن يقف في ساحة التحرير ويقف في ساحات التظاهرات في كل محافظات القطر. نعم أستاذ بهجت، بدقيقة واحدة، نعم، كلمة توجهها إلى المتظاهرين في العراق. أحييهم تاج راسي، نعم، بأمي وأبي، أعادوا الأمل للشعب العراقي، دعمهم واجب يعني أخلاقي قبل أن يكون وطني، نعم، لأنه كافي 16 عام من هذه المجموعات البائسة دمروا البلاد والعباد. ولهذا أقول على أخواني أيضا من باب النصيحة، أنه علينا أن نظهر بياناتنا من ساحة التحرير، ليس من خلال قادة الانتفاضة ولا المتظاهرين، كل يوم نطلع بيان من يقرأ شخص عابر، تصل الرسائل إلى الإعلام، هذا ما يقوله، لأن أكو تشويش، نعم، يحاولون الكل تعرف يحاول ركوب الموجة، ركوب الموجة، يعني يومية أطلع البيان وأخلي أكو مكان يطلع واحد من العابرة يقرأ يوميا واحد، لأنه نعرف إحنا إذا قرأ أحد القادة ممكن يصير عملية إلقاء قبض، وممكن تنكشف الكثير من قادة التظاهرات، لكن علينا أن نكون في هزيمتنا لهذا المشروع الكوني اللي دمر البلاد والعباد، نكون عراقيين بمستوى 7000 سنة حضارة، أن نبدع بإيصال رسائلنا من داخل ساحات التحرير، عن طريق طفل، عن طريق يعني أخت مشاركة يومية تصل الرسائل، حتى لا أحد يحاول أن يركب الموجة ويحاول ينظر عن الأخوة اللي مشرفين. وتحياتي لهم، أمنيتي كان أن أكون معهم أخي دكتور عمر، نعم، أنا يعني أحب هذه التظاهرات في وارسو منذ يوم الاحتلال، وقبل الاحتلال كنت يعني أحاول بكل الوسائل، إن شاء الله الناس. نجتمع قريبا في العاصمة بغداد إن شاء الله، الأستاذ بهجت الكردي، أقبل أيديهم وأرجلهم، العراقي المستقل، والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا من ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد. شكرا جزيلا لكما أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.